أهلا بكم من جديد في استوديو رافدين لنقاش ملف التظاهرات في البصرة. انضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم. انطلاقا من مراقبتكم لتطورات في البصرة منذ البداية، إلى أي مدى تظن أن هذه التظاهرات مسيسة أم هي عفوية تعبر عن غضب الأهالي ورغبتهم في التغيير؟ من المعلوم تماما ان المظاهرات الشعبيه في البصره هي مظاهرات شعبيه ذات مطالب حقيقيه نتج عنها الواقع المزري الذي وصل الشعب العراقي الى قناعه ان هؤلاء الاحزاب السياسيه هم احزاب لم ياتوا لخدمه العراق وبالتالي اوصل العراق الى ما لكن ما نتكلم فيه اليوم عن مظاهرات عمار الحكيم هي مظاهرات ابتزاز سياسي للوصول الى مكاسب على حساب الشعب العراقي لانه عمار الحكيم اخرج لانه رئاسه الوزراء لها نقاط محدده وهذه النقاط ينبغي ان تسحب من حصته التي يروم توزيعها بين الكتل السياسيه من المناصب العليا. في هذا السياق باعتباركم تحدثتم عن عمار الحكيم، إلى أي مدى تظن أن إعلان تيار الحكيم لإخراج تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات ما هو إلا تلبية لمصالحه السياسية الضيقة، وبالإشارة أيضا إلى أنه تولى إدارة المحافظة لسنين طويلة؟ من المؤكد تماما كما أسلفنا أن مظاهرات ودعوات عمار الحكيم هي ابتزاز سياسي واضح من أجل الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية ومالية، لأن هناك قضيتين. القضية الأولى عمار الحكيم عندما أعلن المعارضة الكاذبة لأنه جزء من العملية السياسية ولأنه هو من أوصل عادل عبد الملك بسبب عند احتساب رئيس الوزراء بالمقابل وبالتالي سيبعد نصيبه من المقاعد للمدراء العامين ونواب المحافظين ووكلاء الوزارات. لذلك هو ذهب لهذا الخيار حتى يتخلص من هذه التبعيه وبالتالي ياخذ قصته الكامله كما كانت سابقا. وثانيا المظاهرات التي تمت دعوه اليها هو لابتزاز المحافظين الذين لم يوفروا لهم غطاء ماليا فاسدا من خلال الاموال التي تصرف في المحافظات، ولذلك هو يرفع شعار الفساد. والسؤال الذي يطرحه اهل البصره ويطرحه كعراقيين، من الذي حقيقه اوصل ماجد النصراوي المحافظه الى البصره؟ اليس هو قيادي تيار عمار الحكيم وبالتالي سرق اموال البصره، والان اهل البصره يصدرون المشاريع التهديه التي اعلن عنها وبالتالي لا يوجد ارض قاحله صحراء تنفذ الى اي بناء. هذا يؤكد حقيقه ان عمار الحكيم جزء من منظومه الفساد الكبيره الممارسه فعليا ليست هي ادعاءات عليه، لان من هرب ماجد النصراوي هو عمار الحكيم خارج العراق وبامواله التي سرقها من اهل البصره، ولذلك هو يريد اظهار هذه الحاله ولذلك هو لم يدعو البصره انما دعا ان يتم تشجيع المتظاهرين في جميع المحافظات، هذا يدلل على انه ليس لديه قيمه معنويه داخل ابناء البصره، وبالتالي يريد استغلال الحاجه الماديه والخطر للعراقيين، وبالتالي بدات مكاتب عمار الحكيم تهب 75,000 دينار عراقي لكل من يريد ان يذهب الى التظاهرات، وبدا هو يجهز الحافلات وهذه الاموال مسروقه. لذلك انطلاقا من تأجيل سكان البصرة لتظاهراتهم الأسبوعية التي كانت كل يوم جمعة، تأجيلهم التظاهرة إلى يوم السبت، ماذا كان يتوقع تيار الحكيم بالإعلان عن تظاهر الجمعة وإقحام هذه التظاهرة السياسية مع تظاهرات شعبية تطالب بمطالب خدمية؟ ماذا كان يتوقع؟ كان يتوقع أنه حقيقة يمكن ركوب الموجة كما ركب سلفه مقتدى الصدر هذه الموجة على تظاهرات العراقيين في ساحة الفردوس في بغداد وساحة التحرير، وبالتالي استطاع أن يقول أن هذه التظاهرات الميدانية الكبيرة لأبناء بغداد ولأبناء كانت تابعة له وكانت ركوب الموجة وبالتالي استطاع أن يأخذ مكاتب سياسية، وهكذا كان يتوقع أنه يخرج الجماهير في هذا اليوم الذي يخرجون فيه وبالتالي يتم ركوب الموجة السياسية، لكنه تفاجأ لأن الشعب اليوم أصبح واعي
بشكل واضح، ولانه هذه التظاهرات ايضا عندما اراد ان يركبها التيار الصدري فشل مع قسم من المتظاهرين هم من ابناء المذهب الصدري، لكنهم حقيقه اليوم رفعوا شعارات واضحه انها لن تسرق منهم كما سرقت سابقا بالاشاره الى ما فعله المقتدى عمار الحكيم. فشل، وبالتالي الفشل الذريع الاكبر وركوب هذه الموجه والتجاره بحقوق ومطالب الفقراء والشعب العراقي الحقيقيه والواقعيه. ولذلك القضيه الاكبر انه المحافظون الحاسدون في المحافظات الجنوبيه كلهم يتبعون لعمار الحكيم، يعني هم عندما يطالب بسياده الدوله هو من الذي اعتدى على ضابط داخل حاجز تفتيش بدوام تفتيش وبالضرب بالايادي، اليس هو المحافظ التابع لعمار الحكيم؟ لذلك التناقضات التي يرفعها عمار الحكيم مع الممارسات التي قدمهم تولي المناصب هي حقيقه واضحه. لذلك عندما نرى ان متحدثه الرسمي يتكلم عن الفساد وهو موظف منذ سنوات في رئاسه الجمهوريه ولم يذهب الى دوامه يوما واحدا وياخذ راتبا عاليا وبالتالي يتفرغ للعمل مع عمار الحكيم. نعم. هذه المنظومة، هذا هؤلاء الذي قدمهم عمار الحكيم للسكن في العراق من ممارسة المناصب السياسية كلهم فاسدون، وبالتالي الشعب العراقي اليوم في وعي كبير تماما لهؤلاء. نبقى في ذات السياق استاذ عبد القادر، تيار الحكمة يصف تظاهراته بأنها تظاهرات شعبية ووطنية بينما هي تظاهرة سياسية، وبالمقابل شركاء العملية السياسية اعتبروا التظاهرات التي خرجت في 25 من شباط الماضي والاعتصامات السابقة في 2012 وباقي التظاهرات يعتبرونها دوما مشبوهة وذات أجندات خارجية. ما تعليقك على هذه النقطة؟ وهذه النقطة المفارقة، لأن عمار الحكيم من الذين وصفوا تظاهرات الشعب في كثير من المراحل سواء في المحافظات الستة أو اعتصامات الأنبار أو مظاهرات بغداد أو 25 شباط الشهيرة التي انطلقت في 50 مدينة عراقية في عام 2011، كانوا يصفونها بالأجندات الخارجية، كانوا يصفونها بأنها مدسوسة، بأنها تريد لا تمثل العراقيين مع أن الشعب العراقي هو الذي يأخذ بهذه التظاهرات. فلا أعلم اليوم لماذا يركبون موجة التظاهرات التي بالأمس كانوا هم اشد الناس تحريرا عليها وعداوه اليها، وبالتالي دفعوا بالعناصر التي تتبعهم في الاجهزه الامنيه لضرب المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين الى قتلهم واعتقالهم، وهو جزء من وزاره الداخليه ومنظومتها الامنيه كلها كانت تدفع لعمار الحكيم ولا زالت. لذلك حقيقه اليوم شكرا جزيلا لكم. كانوا يصفونها سابقا على أنهم المعذرة لضيق الوقت. عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان.